يعني للزخرفة تكبست يعني. فشارك في هذا الموضوع المهندس المصمم الأبعاد ثلاثة بإضافة صاحب شركة الزخرفة، بحيث هو الذي أعطى اللمسة يعني كيف سيكون الإخراج الأخير. يعني سنقترب أو نبتعد قليلا إن شاء الله تعالى عن يعني ما رأيتم في الصورة. المشروع طبعا سيكون بناء 4000 متر مربع كما رأيتم، طبق الأرض كله وحمامات تضيف إلى قاعة رياضة ستكون للنساء والرجال وحمام صغير. طبق الأرض سيكون كله مسجد، قاعة الضيافة وقاعة الإمام وغسل الأموات. الطابق الأول سيكون مدرسة قاعة حفلات ومطبخ، وستكون متعددة النشاطات يعني تكون قاعة مؤتمرات، قاعات صغيرة يعني يكون يعني صالحة لعدد من ثم الطابق الثاني سيكون إن شاء الله مدرسة يعني ستفصل حسب الحاجة، يعني ممكن أن يكون فيها أيضا روض للأطفال، ممكن يعني هذا مساحة مفتوحة حسب الحاجة في ذلك الوقت. ثم الطابق الأخير أحدثنا حوالي يعني لإحداث فقط هذا الطابق الأخير اضطر المهندس أن يغير تقريبا كل الحسابات، ولكن إيمانا بنا لشيء كنا قد أخذناه سابقا وهو شيء للأطفال، سيكون ملاهي للأطفال باعتبار أن المركز نريده أن يكون محضا للأسرة المسلمة في هذه المنطقة. يعني كل مكونات الأسرة تجد يعني ما تحتاج إليه هنا في المركز إن شاء الله، من أطفال وشباب ونساء ورجال إن شاء الله تعالى. إذن فهذه يعني هي رؤيتنا للموضوع وهذه هي الفكرة. أما الأنشطة طبعا لا نحتاج أن نتحدث عنها، فهي تقريبا الأنشطة التي تقوم بها كل المراكز الإسلامية في الدنمارك. يعني هذا فقط. طيب بالنسبة للسقف المالي للمشروع يعني فوزي يعني عندنا نظر قليل حوالي 1.5 مليون دنماركي تقريبا، هذا الذي جمعنا من خلال تبرعات يعني مشاركات الأعضاء. ونحن دائما نحلم والله سبحانه وتعالى يعني ونعمل أيضا إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى نرجو أن يحقق أمانينا وأحلامنا. هذا باختصار فقط يعني عن موضوع مشروع المركز. نمر الآن إن شاء الله إلى موضوع اليوم. كنت أتمنى أن يكون إخوة من الجمعية يعني عدد أكبر، ولكن الحاضرون فيهم الخير كثير إن شاء الله. وطبعاً أنتم كلمة تكلموا عن الأمور اللي بغيت تطرحوها، أنا غادي غير نتفاعل معكم بطريقة تلقائية كمواطن مغربي. ولكن كل ما كتاح لي فرصة باش نخرج ونتلقى مع المغاربة في مختلف الدول، إلا وكان كنحس بأنه واحد الخطاب يعني مغيب في التواصل بهم، ويجب اليوم أننا نتكلم عليه باش ما نطيحوش واحد الصورة نمطية اللي ست ربما لعقود، وهي أنه كلما تعلق الأمر بمغاربة الخارج أو مغاربة العالم أو الجالية أو المهاجر وكذا، إلا هو دائما موضوع يعني مشاكل وموضوع مطالب وموضوع تحديات وموضوع معاناة وموضوع، وهالشي كاين وغادي يبقى بضرارة إلى أن تقوم الساعة. ولكن شكون اللي قال بأنه أحسن طريقة باش نتغلبوا على مشاكلنا هي نفكروا فيها ونركزوا لها التفكير؟ أليس هناك حلول أخرى وزوايا نظر أخرى تخلي الإنسان يشعر بأنه عنده في الحياة رسالة أكبر من أن يكون موضوع مشاكل؟ إحنا الإخوان كتعرفوا الأخت كريمة كتعرفوا بأنه إحنا دولة شعب اللي في العالم، في العالم الشعب الوحيد اللي عنده الشعار ديالو الوطني ديالو كلمة الله بادي بها هي الأولى. عندنا الإخوان السعوديين عاملين في الراية ديالهم
شعار التوحيد. لكن الشعب اللي عنده الشعار ديال الوطني الله كلمه هي الاولى، الوطن، الملك، ثلاث ركائز، ثلاث مسؤوليات، ثلاث رسائل، يعني هو الشعب المغربي. وهذا الشيء راه ماشي مساله يعني غير عربي، غير جاتك داك الخط. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمحوا لي شويه على التاخير، حتى مرحبا. جبت معاك الشفنش. كيف مشيت؟ اذا هذه القضيه ماشي قلت ماشي تعرضا، حيت هذا الشعب هذا المغربي عبر التاريخ كان دائما شعب رسالي، كان دائما عنده رساله. ما كانش شعب كيعيش غير راسو، وعندو شغلات غير ديال راسو. كان شعب اللي عنده رسالة من نهار خرج الإسلام كما تعرفون، ومن نهار آمن بالإسلام كعقيدة وكرسالة، وكان كيتحمس بيتو، تحملها تجاه أوروبا لما تعاون مع المسلمين اللي كانوا في الأندلس، ودعمهم وساندهم وقام واجبه، وقام بها في اتجاه افريقيا كما تعرفون. والفضل بعد الله كيرجع للمغاربه في نشر الاسلام في كل هذه الربوع الافريقيه، او يسمى بالسودان الغربي او الساحل او ما تعرفون شبيه. وخصنا نكونوا صراحه، اقول الدور تراجع مع التاريخ، تراجع مع التاريخ. واليوم وحنا كنشوفوا هذا المشروع ومشاريع مماثلة في مختلف ربوع العالم، حيث المغاربة كان واحد الحمد لله بلا المغاربة فيما مشاو، هذه الرسالة ما كيفرطوش فيها، ديما حاضرة عندهم أنهم يمشيو ويتلقاو ويتعاونوا ويبنيو مراكز يحافظوا على رؤوسهم، ودرجة أخرى كيتفاعلوا مع المحيط ديالهم. ولكن اللي طاغي واللي غالب هو الحفاظ على الذات، يعني لاعبين بلغه الكره لاعبين دفاع، ما لاعبينش هجوم. اللي كنخرجوا كنخافوا على راسنا، كنخافوا على ولادنا، كنضطروا باش نديروا واحد الحياه يعني اجتماعيه وجمعويه باش نحافظوا على راسنا. وهذا الشيء كان مفهوم ملي كانت اغلبيه المهاجرين ناس اللي هما جاوا من المغرب في ظروف صعبه، وكان مستواهم الدراسي ما كيسمح لهمش انهم يقوموا بهذه الادوار ديال الانفتاح على المحيط ديالهم والمجتمع ديالهم. لكن اليوم الحمد لله الاجيال اللي راها يعني كبرات وقرات وولات عندها مؤهلات علميه ولغويه واشياء، اليوم مطلوب انه نلعبوا هجوم ما نلعبوش دفاع. ان احسن طريقه باش الانسان يربح المعركه هو يلعب مهاجم، لعبش مدافع. وغير الانسان يقتنع بان عنده يعني باش يلعب في الهجوم، غير تكون عنده هذه القناعه نفسيا تيولي كيعيش واحد المعنويات عاليه جدا. لكن لا اقتنع بانه لاعب دفاع خصو يحمي راسو، خاف على راسو، خاف على ولادو، خاف على كذا، تولي عنده نفسيه اخرى، نفسيه الضحيه، نفسيه المضطهد، نفسيه الانسان اللي هو يعني خصو اللي يعاونو نفسيات. ولكن اللي كيكون لاعب هجوم تيكون عنده ثقه فراسو اكبر، تيقول ماشي هاد الناس انا عطوني الخدمه وعطوني واحد النوع من الامن الاجتماعي وكذا، انا عندي كذا كما نعطيهم. اما رانيش انسان جاي فقط من اجل انا اعيش لي اكل واشرب وانا في الوضع الجيد، لا، انا عندي كذلك رساله. وهاد القضيه اليوم انا كنعتقد بانها من اوجب الواجبات الوطنيه والانسانيه اليوم، خصوصا انكم كتعيشوا في واحد المجتمع اللي يعني رغم كل المظاهر ديال العيش الكريم وديال الحقوق والحريات ماشي رائع وجميل، وخصنا ننظروا باش تكون كذلك في بلداننا. لكن هذه المجتمعات اللي كيجي الانسان كيعيش فيها كتبع لواحد المسؤوليه، تبع لواحد الابتلاء. واش ملي غادي يكمل هاد الحياة وغادي يعيش في هاد الدنيا هادي شنو قسم الله غادي يعيشو، وكان كيتلاقى مع هاد الناس، كيعاشرهم في العمل، كيعاشرهم في الأسواق، كيعاشرهم في المناسبات، واش ملي غادي يتلاقى معاهم يعني يوم لقاء الله، واش ما غاديش يكون عنده واحد المسؤولية، واش عرض عليهم داكشي اللي البضاعة اللي عمل ما عرضش عليهم،
علاش؟ حيث الإسلام كما تعرفون غير أذكر ما سأذكركم، حيث الإسلام ماشي قضية، ماشي قضية يعني ثقافية، الإسلام ماشي ثقافة يعني هو جلبة والإحياء وكذا، ولا هذه غير أعراف ثقافية تبدل من بلد لبلد. والإسلام ماشي طقوس خاصة بعض الشعوب معينة كما تعرفون، ولكن الإسلام رسالة ديال الهداية باش الإنسان يعرف الله في الدنيا هذه، باش يحاول ما يمكن يجتهد يكون قريب من الخط الصراط المستقيم باش ملي كتب الله الوفاة يمشي إلى إن شاء الله إلى مستقر آمن. هذا هو الإسلام. والقرآن كله كدعو على هادشي، والسيرة كلها كدعو على هادشي. ولهذا يعني ملي كنسمعوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كيقول فيه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. تصوروا معي الآن كل مغربي مغربي مسلم فين ما مشى فين ما كان تيقول أنا قبل نقول خاصني هذه ولا عندي مشكل كبير عندي كذا، أنا عندي واحد البضاعة غالية سميتها الإسلام، كيفاش أول نعيش بها مسألة أساسية، وكيفاش هاد الناس اللي كنتلقاهم لا يعرفون عنها شيئا أو يعرفون أشياء اللي هي ناقصة حتى مشوهة، كيفاش يمكن لي واحد فيهم على الأقل نقنعوا بهذه الرسالة ويكون يعني يكون بالنسبة لي واحد السبيل النجاة؟ وأنتم تعرفون هذه المجتمعات يعني مظاهر القلق فيها ومظاهر الشعور بالوحدة وبالإحباط رغم كل المظاهر المادية اللي كاينة، يعني الدراسات فالشي وال هذه الشعوب هي اليوم أكثر الشعوب استعدادا لكي تكون شعوب مسلمة، حيث حنا كشعب مغربي حنا عشنا قرون لا نعرف جهة الإسلام كمغربة قبل 14 قرن شوية ما كانش عندنا علاقة بالإسلام، كنا عبد الحجر وكنا عبد الشجر وكنا عبد الحيوانات ونعيش كما تعيش كل الشعوب التي كانت لا علاقة لها بالدين أو نعيش على عقائد منحرفة إلى آخره. ولكن الحمد لله لما جدودنا يعني لهمهم الله تجاوب التفاعل مع الرسالة الخالدة ودخلنا في الله أفواجا صرنا أمة مسلمة، صرت عندنا واحد رؤية الحياة الوجود العلاقات وبقينا متميزين عبر التاريخ. طبعا جاء التخلف والانحطاط والاستعمار والجهل الأمية وشي كله عاطل عافنا ثاني واحد شعوب اللي هي ضعيفة يعني ما عندهاش شخصية تثق في راسها ولا تشوف الاستعمار تشوف المستعمر تشوف المغرب بأنه أحسن وكذا، ودخلنا في واحد الموجة ديال التقليد، دخلنا في أشياء هذا مسار تاريخي كبير. لكن اليوم الحمد لله كذلك نستطيع أن نقول إننا اليوم كشعب كأمة عندنا الشعار الخالد دي والله الوطن الملك، ما كدوش فقط غير داخل البلد كدو حيثما ذهبت وحيثما طحت. المفروض المغربي حيثما نزل وفي مكان أول ما يشوفوا منه الناس اللي كيعيش معه هي هذه الرسالة، لأنه فعلا في الأذهان ديالنا نقش هذا الحديث النبوي الشريف لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فلهذا هذه الثقافة الحمد لله المغربية اللي هي أصيلة ومتجدرة ديال التعاون أجل بناء المراكز الإسلامية والتعليم والحفاظ على الشخصية المغربية باش ما تضيعش على الأجيال وعلى كذا، اليوم خصها واحد دفعة جديدة وهي أنها تولي مراكز الانفتاح على المحيط. اليوم يمكن هذه المراكز تولي كيجيو لها محاضرين باللغة ديال البلد كتدعو لها الناس المحيطين بها والمسؤولين ويكون تعريف بالإسلام ونقاش على هذه القضايا اللي هي مرتبطة اليوم بنا كشخصية كإنسان عنده واحد الهوية واحد العقيدة ويتعرفوا على هالشي بأحسن الطرق وأجمل الطرق. بهالشي غنربحوا ماشي فقط غير مكتسبات دنيوية العلاقات وديال الخدمات وديال الاندماج هادشي كله مطلوب، كنربحوا ما هو أهم أن كثير من الناس غادي يكونوا حنا
في هذه المسار ديالنا في الحياة ديالنا شنو عملنا؟ يعني أقمنا الحجة، أدينا الشهادة. واش كتعرفوا الإخوان وقت الكلمة إلى واحد الدنماركي عشتي معاه شحال من سنة وكان عمرك ما كلمتي على الإسلام بأي طريقة، عمرك ما لقيتي حتى واحد مترجم يشرح الإسلام باللغة الدنماركية أو كلمتي على واحد المصحف قرآن مترجم باللغة الدنماركية، لم تفعل أي شيء، عشتي معاه بخير الخير وكلين شربين ضحكين لعبين، ولكن يوم القيامة دوك مطفيك يقول لك فلان أنا عشت معك كثير عام الدنمارك وانت كنتي كتمشي كدير امورك باش تمشي للجنه وانا كنت معاك ولكن عمرك ما قلتي لي والو وانا الان غنمشي مثلا لا قدر الله لجهنم شنو باش غتجاوب؟ قلت لك مشغولين بالمسائل الاجتماعيه ومسائل العمل باش غادي تجاوب؟ هذا راه امر كبير ثقيل ثقيل بزاف ولهذا المفروض أن كل مغرب يؤدي هذه الشهادة ويحاول ما أمكن كل الناس الذين يلتقي معه يبدع أساليب يشعروا بأن في هذا الوجود في هذا العالم كان واحد الرسالة في الإسلام وأن الإسلام هي عقيدة بسيطة هي الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر السعادة للآخرة بالعمل الصالح كذا 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 رسول الله هو إلى آخره القرآن هو على الاقل قد تكون قد اعدت الى الله تقول سيدي ربي انا على الاقل جيت واحد المصحف باللغه اللي تفهمها وانا كاع ما تقدرش تشرح لي ولكن على الاقل جيت واحد هذه سميتها مصحف ولذا اجمل ما تهدون انتم الان كما غادي في هذا المحيط ديالكم لهؤلاء الاقوام اللي كتعيش معهم اجمل ما يجب ان تتنافسوا فيه ان تهدوه اليه هو القران وخليهم على الاقل يقراوا ويكون على الاقل واحد البلاغ في الحد الادنى هو أنك أديت ما عليك أو كتاب يشرح الإسلام بطريقة ميسرة أو مبسطة أو أي شيء باش أنت ملي تكون عندك هذيك الوقفة قدام الله تقول يا سيدي ربي أنا أديت الذي كنت أستطيع ولكن ما عشت معهم سكت أخذ ولا على الخدمة وكنمشي نعس وناكل ونشرب ونجرب تلميذات ونمشي نصلي أنا إلى آخره أديت ما علي هذه القضية أنا متأكد إلى أي مغربي مغربي دارها بحيث مكان الحمد لله تنبع على واحد ملايين بلا برا ما تصوروش الاثر ديالها على هذه البشريه اللي كتعيش معها. وراه كل واحد فينا عنده قصص بكل تاكيد ديال الناس كيفاش كنت تشوفهم كيفاش كنت تنظر لهم وكيفاش ملي تحولوا بالاسلام كيفاش ولاو في واقعنا اليوم. انا جاي كنحكي الان الاخوان في السياره وكنناقشوا هذه الظاهره هذه وهذا الانشغال وحكيت لهم على واحد الصديق ديالي فرنسي كان يعني عاش في باريس وولد باريس وعاش في باريس وعاش في واحد المناخ يعني ديال الرفاه وكان مهندس في الاتصالات يعني ولكن واحد اللحظه تبروكه ضاق ما كانش قادر يعيش بهذيك الطريقه خاصو حتى شي حاجه فقرر انه يبيع الدار ويبيع السياره ويبيع داكشي اللي تيملك وغادي يمشي عنده واحد الفكره بسيطه بقات عنده معلقه الامور ديال القرايه وديال هكذا انه غادي يمشي لافريقيا لان افريقيا فيها شعوب روحانيه هكذا فهمت هو عنده ازمه روح ما خاصو حتى شي حاجه ماديه عنده ازمه روح ما عندوش استقرار داخل ولا كيستعمل الكناز يستعمل الحشيش يستعمل الشراب يستعمل جميع الامور باش يشعر بالاطمئنان النفسي ولم يجد ادراك سبيلا وهز راسو وغادي يمشي لافريقيا باش يتسالى فيها يشوف هاد الشعوب الروحانيه شنو هي وجاتو الاقدار للمغرب ونزل في اكادير تلقى مع شباب مغاربه داك معاهم وكذا الى اخره بعض المغاربه ديالنا زعيمين كيتناقشوا كيتذكروا حكى لهم بلي ودي انا جيت نقلب على عندي ازمه روح ما قالوا راه الاسلام هو الحد مشى شي واحد على الاتحاد تاعهم جابوا لي مصحف باللغه المترجم بدا كيقرا فيه وتيحكي لي من بعد بدا كيقرا هذاك المصحف اللي تقريبا في ظرف يعني ثلاث ايام بعد كيقرا داك الشيء البركه قطع الشراب قطع القرو قطع الحشيش دفعت واحده في مده قياسيه
وقال لي ملي كنمشي كناخذ تيمشي لسميتو للسوق كي كناخذ معايا شي ديال التمر شويه ديال الحمص شويه ديال الكبيع شويه كذا كيدير واحد الصاك حتى كيضيو وكيخرج لي بعد نكادير وكيمشي للخل تيجلس في خلوه يعني لأيام طوال لا بيوريفيكاسيون تخبر عليها تطهير وتأمل حتى ولا هذا الرجل يعني ولا كيقوم الليل ولا يحفظ القرآن هادشي كله شنو كيبين؟ كيبين بأننا هاد الناس كان المفروض حنا نمشيو عندهم كاين هما كيجيو عندهم كيتزيرو كيقلبو تيتزيرو تيقلبو فين يسمو الحلول ولو كنا نحكي لكم القصص الناس اللي نعرفها الشخصيه اللي جاو اللي مسلموا بحثا بعد جاو من هذا العالم الغربي المتطور المتقدم كذا 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 ولكن كانت خاصهم شي حاجه الحاجه كاينه عندنا وهي نعمه عظيمه هي هذه نعمه الاسلام ونعمه الدين واللي هي مصدر ديال الراحه والاطمئنان والانسان اللي عنده تيشكر ولا ما عندوش كيصبر ومرتبط بالله ولا خطا كيستغفر ولا عصى كيتوب وعند منطق تعيش الحياة بطريقة يعني فيها واحد الارتباط بالله هذه النعمة الإخوان والأخوات الكريمة يعني تحتاج منا أولا الشكر لها وتحتاج منا إلى أن نفكر بكل أساليب الفردية والجماعية كيفاش هذا الجيل اليوم اللي كيعيش مع أوروبا اليوم ومع الأوروبيين يطور واحد المنظومة تواصلية جديدة اللي مبنيين اليوم حنا على الخبرات فاعلين المدنيين يعني المهندسين الاساتذه الاطباء الخبراء كيفاش يمشيو لهاد المراكز ماشي فقط مراكز جيتوهات هي مراكز حاضر المغرب اللي يتلفوا حاضر المغرب اللي يضيعوا حاضر المغرب اشي مهم خصو يبدا كذلك هي مراكز اشعاع وانفتاح وتواصل ويجيو لها الاوروبيين تسمعهم تشرحوا لهم في المناسبات تبسطوا لهم اشياء ويكتشفوا بان هناك رساله عند المغاربه هذا ماشي جاي باش يخدموا هذا ماشي مجال عليهم غير الزرط وتمارة والازمة الاقتصادية والحريب لا هذا هو خارج في ظروف معينة كان عندهم رسالة سي الوزير لاحظت كلمة الدارجة شوية ما كيما ما يقدروش يسيروا مليح الدارجة هذه ما كاديرش صح شوية المساواة الله يخليك عندنا هذا الملتقى الاسكندنافي الأول تحت الشعار المجتمع المدني المغربي بالخارج والدور المطلوب لتنزيل الدستوري ماشي هذا هو اللي تدوي عليه دابا لا هو هذا انا ما كنفهمش انا العربيه داك الشيء علاش انا نبسط ان شاء الله ونعاود ناكد نقول لهم المجتمع المدني ديالنا المغربي اللي ماشي هو الدولة حيث هو المجتمع المدني هو كل ما ليس دولة دابا الدولة عندها القطاعات ديالها الوزارات الإدارة هذه الدولة كدير شغلها على سياسات إلى آخره المجتمع المدني هو الناس اللي كيتلاقاو بطريقة حرة وكيشتغلوا هذا هو المجتمع المدني يمكن يكون جمعية بسيطة يمكن يكون تنظيم كبير يمكن يكون زاوية يمكن يكون مركز إسلامي هذه على المجتمع المدني هذا المجتمع المدني المغربي اليوم انا كنذكر فهاد حيت هاد الكلام الاخوه اللي حضروا معنا البارح ولا كلمه فاشي بالتفصيل اليوم بغيت نقول بان هذا المجتمع المدني المغربي ما ينساش راه عنده واحد الرساله وباش يكون هو فيه الدستور يكون هو فيه المغرب وفيه شعار المغرب اللي هو الله الوطن الملك ما ينساش بانه راه عنده رساله كمغربي انه حيثما كان خصو يشتغل وينشط ويعرف بهاد البلاد اللي هو ولدها واللي عندها رسالة حنا بغيناش ديك الصورة اللي بقى فينا في المغاربة تبعهم راه عندهم مشكل الخدمة عندهم مشكل كذا عندهم مشكل هذه عندهم مشكل عندهم مشكل عندهم مشكل بحال ما عندهم يعطيو هذه صورة مغلوطة المغاربة قادرين يعطيو وياخذوا طبيعي ولكن عمرهم ما يتخلاو على الشعور بان عندهم ما يعطيو بهذا غادي يعيشوا عندهم شعور بالكرامه وبالمسؤوليه وبالرساله وبانهم عندهم شي حاجه ما راهمش جايين فقط يبحثون عن ان يستقروا وان يعيشوا بانفسهم وذواتهم الدستور اليوم اعطى المجتمع المدني واحد ادوار مهمه
وانا شرحتها في اللقاء الاول وراه كانوا مع الاخوان اختي الكريمه كانوا حاضرين. قلت لهم هذا المجتمع المدني الدستور الجديد يعني اعطاهم سلطه جديده. هذه السلطه شنو هي الحاج؟ هو انه اللي كان يعاون القانون اللي كيصنع القانون كانوا جوج الاطراف، كانت الحكومه وكان البرلمان هما اللي كيشرعوا. الدستور الجديد زاد معاهم الجمعيات والمواطنات والمواطنين، وهذا واحد شيء كبير بزاف. وكتعرف بانه اللي كيعاون القانون كيغير السياسه ديال البلاد. الى جينا مثلا قلنا الان غنديروا قانون انه المغاربه ديال الجاليه يوليو مثلا يدخلوا السيارات ديالهم ويستافدوا منهم طيلات الموكوت في المغرب ويخليها في المغرب وملي يرجع يعاود يستعملها بلا مشكل. هذا كيولي تشريع قانون. هذا القانون ما كانش عندكم انتم الحق تساهموا فيه، اما تجيبوا الحكومه واما يديروا البرلمان. لكن اليوم اذا انتم اتفقتوا كجمعيات كمغاربه تاع المتودي، حنا اليوم بغينا واحد القانون اللي كيضرنا، عندنا واحد الضرر بغينا نصلحوه نزولوه، تين في اليوم تاخذوا المبادره. لان يعني الدستور كيعطيكم هذا الحق، ولكن مازال القانون ما كاينش، حنا خدامين عليه باش نقول لك القانون اللي غادي يعطينا هادشي كينظم هذا الحق. ايضا هذا الدستور عطاكم الحق انكم اليوم كجمعيات وكمواطنين ومواطنات تراقبوا الحكومه ماشي بالطريقه ديال الشكايات. واحد دابا يضع على الحكومه تيشكي تيقول انا سلت الوزير سلت العمل سلت كذا وجاوبني ما جاوبنيش الى اخره. غادي يصدر على واحد القانون اللي غادي يعطي الجمعيات والمواطنات والمواطنين الحق انهم يوضعوا عرائض عريضه توقعوا بواحد المسطره معينه فيها واحد النصاب من التوقيعات في كذا، وهذيك العريضه كتولي بقوه القانون خصها جواب وجوبا، وذاك المسؤول اذا راسل فيه وما جاوبكش تيولي خاضع لواحد المساءله وخاضع لواحد المسطره ديال المتابعه معينه. هادشي ما كانش اللي كان عندنا سابقا، هو واشكينا وصيفطنا وقلنا واحد ما جاوبنا واحد ما دار لنا واحد ما عمل واحد ما كذا الى اخره. اذا هذا الان الدستور جاب هذا المقتضى القانوني الجديد. الامر الثالث اللي مهم هو ان هذا الدستور اليوم اعطى لهاد الجمعيات والفاعلين المدنيين اعطاهم الحق باش انهم جميع السياسات ديال البلاد كتسمى سياسات عموميه كتوجه للمجتمع، واللي كديرها اما الحكومه واما الجماعات مثلا الجهه او الاقليم او الجماعه المحليه، كل هذه السياسات غتولي سياسات اللي هي ضروري يشاركوا فيها الجمعيات. مثلا انا رئيس بلديه مثلا بغيت نعمل واحد البرنامج للمدينه، برنامج طرق الحدائق المترو ترامواي طوبيسات اي شيء اي مصلحه، بعد الدستور الجديد وما غنصدرش القانون تيولي ضروري خصني نسمع الجمعيات، ضروري تسمع الجمعيات المجتمع المدني، ضروري خصني عطوني عندي واحد المسطره كيفاش نشاركهم وجوبا في الراي، ماشي راني منتخب والسلام غندير اللي بغيت في المدينه. اذا هذا واحد تحول كبير، لكن هادشي باش يتعمل باش ننجحوا في هذا الورش هذا شنو المطلوب ايضا؟ هو ان هادشي الجمعيات خصو يتصلح